مرحبا فيكم جميعا. القناة الفوائد، أنت تتابع القناة بتستفيد. عموما كيف تفرمت الويندوز بشرط يكون أصلي، وهذه بين قوسين. تروح ابدأ بكل سهولة، ابدأ تروح للإعدادات، تطلع لك هذه النافذة بكل سهولة وبكل بساطة. تروح للتحديث والأمان، ممتاز ممتاز. تروح تنزل، تجيك استرداد هنا، استرداد طيب، بدأ تشغيل متقدم. عفوا، تروح لأول خيار، أول خيار بدأ الاستخدام. تنتظر قليلا، يقول لك الاحتفاظ بملفاتي او ازالة الملفات كلها. تبي لك ملفات عندك، ملفات سطح المكتب الخ، ولا تبي تشيل كل شيء؟ انا نفسي بشيل كل شيء، يرجع للويندوز كما ولدته ويندوز. يقول لك لن يستغرق الوقت طويلا. طيب حلوين، تروح للتالي، يقولك لن يستغرق وقتا طويلا. طيب جت لي هالصفحة، يقول سيؤدي إلى زيادة كافة الملفات الشخصية، حساباتك مثلا أنت مسجل دخول بجوجل إلخ، إعادة الضبط. خلاص الحين اتركه، يبي يبدأ يشغل ويطفي من نفسه، فاترك الوضع على ما هو عليه ويرجع لك جديد. إن جت نافذة جديدة بضيفها أنا الآن، لكن أتوقع أنها كذا خلاص. يأخذ ساعتين ثلاثة، عاد رحوا تعال تلقى جديد، ودمتم بود.